سلام الشيف، شنو راك خدام لينا اليوم؟ اليوم عندي واحد البياس مونتي، دابا كنبريباري ليها لا ميزون بلاس ديالها. دابا عندي على بياس خاصها تكون عندي رفري، عندي بياس خاصها تكون نهار السبت. يلا اليوم كنرجع ليها لا ميزون بلاس، اليوم الخميس، باش هادشي ندير المونتاج ديالها. راه ما دايرش الميكرو دابا، رفع الصوت باش في العشيه ندير العشيه ديال المونتاج ديالها. انا دابا راه كنصور لكم الكواليس ديال التحضيرات ديال واحد الحلوه ديال العرس. شوفوا من اللحظات الاولى، دابا هنايا كتحضر لينا يلا لي بسكوي الاولين لي جينواز. التحضيرات الاوليه يلا بسكوي، عاد غادي ندوزو للسكسي ديالها. عندنا باتيسي ديالها مجدوعة تاع هي ان شاء الله. على كلشي تيكون هادي، كلشي تيكون فري. بلاتي نحل الدار. عندنا هاد الحلوة ديال العرس ديال صراحة ماشي كبيرة، غير ديال 50 ديال الناس ياك. وي 50 ديال الناس، ولكن غادي نصوبها اليوم كبيرة، يكون عندها الفوكاتو باش تعطي الفوليوم. باش تعطي الحجم أكبر، الناس كيبغيو الحجم أكبر. وهاد الخدمة دابا حنا راه عمرنا الفجر، ملي كنصلي الفجر كنبداو الخدمة. علاش؟ باش قلت لك مع الفجر كنبدا هاد الخدمة، ملي كنصلي صافي كنبداو الخدمة. للتذكير، شوف بس كنفطر، يلا هو خدام، هو خدام وأنا عاد كنوجد ليه الفطور. لا وهاد الخدمة صراحة لاباتيسري كتبغينا الخدمة تكون بكري. علاش؟ باش النهار تيحك عليك كلشي، تقضي الأغراض إذا بغيتي شي حاجه ولا عندنا شي تسجيل ولا هذا. وراه كيقولوا الفياق، وراه كيقولوا الفياق بكري بدا بمشري. دابا الصباح، الصباح ولا العشره تلقاني صافي لي ميزون بلاص واجده، وكومونسيو نجدوها عاوتاني. باش حتى الناس اللي كيخدموا ياخذوا فكره كيفاش انت كتجيري، يعني كيفاش كتنظم العمل ديالك ملي كيكون عندك حلويات كبيره. بغيتي تقاد الخدمه ديالك ديما بكري. انا راه بغيتك في هاد اللحظات ملي كنصور الكواليس في نفس الوقت تعطي نصائح للناس اللي كيخدموا هاد لي كيك ديزاين ولا الحلويات ديال الافراح ديال الاعراس، تعطيهم بعض النصائح باش يستافدوا كيفاش التحضيرات ديالك كدوز. انا جيت تاني من زاويه اخرى باش نصورك. اييه مرحبا. كيف قلت لكم، كيف قلت النصائح اللي تعطي الناس اللي كيفاش ينظموا العمل ديالهم وما كي هي اول حاجه تيخص بعداك الانسان بكري. علاش؟ حيت الصباح بكري تيكون باقي الانسان ناشط وتيقدر يعطي، وثانيا هذا الشيء تيبغي لي يعاون، ما انسان بوحدو راه ما يقدرش. دابا ديما تيخص نكون مدام رضا كتعاون كنقسمو العمل، كل واحد كندير حاجه هي كدير حاجه، كنتكلفو كل واحد بالمهام ديالو باش كيمشي العمل بسلاسه وبنظام. فوالا، وعاد نزيد راه هاد المهنه كتخلي لنا روينه بزاف في الدار والمعان الاواني كيتوسخو بزاف. انا دابا غادي يكون الصداع، غادي نقطع كنجبد لك خيم باتيسي ديال هاد لا بياس مونتي، كنجبد لها العبار ديالها باش لا كريم كنصوبها شويه بكري باش تبرد ليا. شحال عندك تما؟ 3 يترو بان ليا ديال الحليب. وي 3 يترو ديال الحليب. عندي واحد السؤال، دابا الناس غادي يسولوا كيفاش انت كتنظم الخدمة ديالك، كيفاش قبل ما تبدا اشنو كتدير قبل ما تبدا يعني التطبيق ديال التوجات ديالك؟ قبل ما نبدا ملي كنعرف لا بياس مونتي بدا شنو هي، كندير ورقة وستيلو، كنعرف شحال ديال البيسكوي اللي غادي خصني، شحال ديال السكسي، شحال ديال كريم باتيسري. كتمشي على حسب شحال طلبوا لك ديال الناس. فوالا، كنشوف لا بياس مونتي ديال شحال من بيرسون، لأنه تيخصني ندير لا ميزون بلاس اللي غادي تقد ليا لا بياس مونتي اكزاكت، ما خليش السلعه شيطه عندي، لانه ما عنديش سباس باش نبقى نخلي السلعه شيطه. كدير فيش تكنيك؟ بيان سور كندير كلشي بالفيش تكنيك ضروري، ونعرف لا بياس شحال تقامت عليا، ونعرف
لي برودوي اللي خصني بريباري. كيفاش دوي لنا بالعربيه بزاف؟ آه نعرفش اللي غادي نوجد لي بيسكويت ديالي، نوجد يعني نوجد لا ميزون بلاص ديالي كلها، السيلو ديالي يكون واجد بارد. يعني ولاتي كتحط ورقه وستيلو كتبين ورقه وستيلو بحال مثلا دابا هاد لابيس اللي عندي وماليها باغينا بلا بات دامور ماشي بلا بات سكر، يعني انا لاباط دامور ما كنشريهاش كنصوبها. وراه ضروري راه طلبوا لي لاباط دامور، عجينه اللوز تبعوا علينا غادي نصوبوا عليهم ان شاء الله. لا با طوموط كنصوبها صوبتها من البارح، بس تصوب وتبقى تبرد مع راسها فرومبوزي مزيان باش كتجيني كيف بغيتها. بون السلعه ديالي كتكون عندي في الدار اللوز، انا ما كناخذش السلعه بزاف، كناخذ فير ميزور، يعني داكشي اللي غادي يقدني باش نخدم، لان السلعه ملي كتكون كثيره محطوطه في الدار خصوصا اللي كيديروا الاعمال ديالهم اللي كيديروا لي بروجي ديالهم في الدار، الا حطيتي السلعه كثيره كتبدا تخسر. لا خصني انا اوتا اتساع اتساع في الدار ديالي باش دابا لي بسكويت ياك دابا كيطيبو كيطيبو كتحيد هذاك انا نشرب لي بسكويت يعني يلا صوبتي لي سكسي تما ولي هاوي. هنايا سكسي، هنايا لي تي فور، انا فوالا هنايا تي فور هادوي هذا خصو يدري ويبقى 24 ساعة كيطيب راه عندنا في القناة. تيكون شاد راسو هاد الحلويات كلشي راه عندنا في القناة. دابا عندي كنوجد مازال لي بيسكوي ديالي، وكما قلت لكم دابا هادشي ملي كان قبل ما كنبدا حتى كنصوبو بالفيش تكنيك ديالي شحال غادي خصني كل حاجة باش ماشي كنكومونسي كنمونتي لا بياس مونتي عاد خصني شي باش ما يخصك ما يشيط ليك. هنا دابا لا كريم باتيسي ديالي كتوجد، شحال عندي هنا 3 يتر ديال لا كريم باتيسي، هانتوما كمية كبيرة. هيا خصها طيب الخليط ديالها هو هنا. انت قلتي لي ان الحلوه ديالك ما كتديرش كونجيلاتور، خصك الحلوه تعطيها جديده للناس. الحلوه ما تفوتش ملي كيدومونديوها ليا شحال عندك فيها؟ 8 لا كنديرها 3 ايام ديال الخدمه. اه 3 ايام ديال الخدمه على راحتي. كاين النهار دابا هو اليوم، اليوم الخميس، عندي اليوم الخميس نوجد لا ميزون بلاس مع العشيه، مع العشيه كنكومونسي المونتاج ديالها، مع كتكون لا كريم بردات ايوا صافي. ومع نهار الجمعه ان شاء الله كنكومونسي نماسكي الحلوه ديالي، وبلوس كيما قلت لكم هاد الحلوه هادي ماليها باغيينها بلا بات دامون ماشي بلا بات سكر كتجي بنينه. لا بات دامون انا تنصوبها غادي نوريها لكم. كلشي في ميزون، هاد لاباط دامون في ميزون، هاهي ليس إلاستيك اللوز طحن طير راسك فيه كلشي راسي غير هي غير هي هاد لاباط دامون فيها شوية كتشد شوية على الوقت الخدمة. دابا غادي تبغي تحبسي تتكون غادي نحبس الصوير حتى نكب ليك الطحين الدقيق، حيت ضروري المساعدة أنا ملي كتبغي تخلص هاد الخليط ديال جينواز ضروري مساعدة. صافي غير كينسجمو المكونات وكتوقف ياك. اه صافي دابا هنا دابا غادي نفرطو في الكوك ديالنا. ملي كتكون عندك كمية كثيرة كتدير هاد الآلة الكبيرة فيهم؟ اه كندير، إلا كانت كمية كبيرة كندير بصيلة كبيرة كندير جوج بلايك جوج بلايك، يعني ما ديرش بواحد بواحد باش تربح الوقت. لا باش نربح شوية حتى أنا الوقت. بغيتي تشرب كاس تاع تاي تفطر ولا بدل؟ لا لا حنين راه ما كيبغي ياكل، كيقول لك حتى نحيد عليا الخدمة كيبقى مشطون. ها كدير هاد الإفارات، هاد الإفارات باش كيجيبوا لي البيسكوي ديال واحد سنتيم باش كيجيك مقاد، باش كيجي البيسكوي ديالي طالع مزيان. الحاجات كونفينيا مزيان وتكون مقادة مزيان بالضروريات باش كتسهل علينا العمل وكتعطينا سميتو لا بيس ديالنا مقاده.
دابا انا خدام ماشي كندير حاجه وحده، خصك دير جوج حوايج وثلاثه الاف فوا في نفس الوقت. ها هو الحكايه. شاف انا راه كنصورك. وي. كيما شفتي دابا في المراحل اللي وصلتي ليها. دابا كنوجد الكروكون اللي هو القرمشه ديال البيسمونتي. القرمشه. القرمشه ديالها. وضروري هاد القرمشه. هادي تيطلبوها تيقول لك ضروري ديريها. هذاك الشيء اللي كيتقرمش في الفم كيقول لك داك الشيء اللي كاين اللي ما كيعرفش شنو يقول. المهم قال لك داك الشيء اللي كيكون كخوكون في الفم. بون بالنسبه للقرمشه كنحاولوا شويه نعربوا. سمح لي لان عندنا متتبعين من غير المغاربه، خصنا نسهلوا لهم انهم يفهموا الكلام ديالنا. هذا هو ذاك الفايتين. لي دونكين كنقولها البسكويت دونكين. البسكويت دونكين اللي تيكون مقرمش هنا كنوجدوه باش غادي نديرهم فوق هاد لي دونكي. هاد الشيء قطعتي هي الخدمه تاع تبي شويه ديال النظام. دابا بحال تبارك الله عليك معايا ديما راسك ليا الكوزينه كلها بعد ما تغطيها كنمشي كنستنى. نقول لكم غادي نبوح لهم واحد السر، الشيف كيخرج ما كياكل من الكوزينه كيخليها ليا راه عرفتي كلها كت. الصراحه انتم العيالات الله يسمح لنا منكم دابا كنرونو. وملي يجي يقول لك بغيتها تكون خاويه. المهم يمشي يرتاح ويجي يبقى خاويه. حيت دابا حنا ملي كنبداو في الفجر هنا كنشي كوموند بحال هكا كنبداو بكري باش كنربحو شويه ديال الوقت. خصك في وسط النهار كتخرج تقدا الى كاين شي مصالح. هانتوما لا كريم باتيسري تحنطيها. فوالا كيما قلت لكم على لا كريم باتيسري هي مطحونه كتكون ليسه. وضروري كلشي يكون مغطي بالسلوفان. كلشي مغطي بالسلوفان. هذا دوبل كروكو اللي تنقول لكم كندير. هذا واحد نوغاتين باللوز بقشورو. هادي كنديروها في وسط الكاطو ابار هذا. وكما قلت لكم هو النظام هو اول حاجه عندنا كنعتمدوا عليه هو النقاء. خصنا والنظافه. النظافه ديال النقاء باش يكون كلشي نقي. شوفوا هذا المونتاج ديال الكروكو. هذه شتا انا راه عرفت شنو كاين وليني نسول الاسئله اللي كي هذا واحد البياس مونتي اللي هما غير تقريبا 50 ديال الناس وبغاوها كبيره. هنا كندير ليهم الطبق الثالث كندير ليه غير الجناب ديالهم هما اللي تيكونوا كاطو. حتى ملي نمونتي راه نوريكم كيفاش تيكون غير الجناب ديال لي كاطو هما داخل البوليستر. هذا الشيء كنقول لك دائره. سمح لي سمح لي دائرة فارغة من الوسط. فارغة فيها غير الكوليستر من الوسط باش كتكون حلوة كبيرة. وللإشارة الزبون خصو يكون على علم. وي كنعلموه كنقول ليه حبيتيها كبيرة راه غادي يكون البوليستر باش ماشي يقطع وتلقى البوليستر يقول لك درت ليها غير البوليستر ما درتيش ليها كاطو. لأن حتى الثمن كي على حسب كيفاش غادي تمونتي ليا الكاطو. تماما. حيت كاينين الناس بزاف كيبغيو يعرفوا كيفاش غادي نقول عطيو الثمن ديال لابياس، حيت خصوصا الناس المبتدئين واللي كيخدموا في ديورهم كيفاش غادي يديروا الثمن ديال واحد لابياس ديال دو زيتاج ديال 20 ناس 30 50 ما كيعرفش. لابياس في الحقيقه هو الثمن ديالها تيبدا من 100 درهم. أو مغربية 100 درهم ديال عشان الشخص. البورسيون للشخص. لكن الناس كيديروا حتى 50 درهم. هذيك إلا كانت عادية. حنا شوية ما كنديروش هذاك الشيء عادي، كنديروا شوية لي كاطو بريستيج. كاينة اللي كتمشي 150 درهم، علاش؟ على حسب الورد. الديكور. الديكور. إلا كنطلبوا لي شي حلوة فيها الورد بزاف، هذيك الثمن تيختلف، تيقدر يمشي حتى 200 درهم البورسيون. على حسب العدد ديال الورود. على حسب عدد الورود اللي طلبوا ليا وعلى حسب والاشاره. واحد الحاجه اخرى. نعم. كاين الفرق اللي كاين الناس اللي كيبغوا لاباتا سكر وكاين اللي كيبغوا بعجينه السكر وكيبغوا بعجينه. هذه اللي خدام فيها دابا بعجينه اللوز. هذه كتكون شويه غاليه. علاش؟ حيت
كلها مونجاب كلها كتكل ما فيهاش الباتاسيك. غالبا انا دابا الفكره اللي فهمت ان كتكون الثمن كديروا بالعينه كيفاش دايره كيفاش الشكلها ديال هاد لابيس عاد كتعطيهم الثمن. واش فيها الورود كثار؟ واش فيها الخدمه كثيره؟ واش المكونات باش نصوبها غاليه؟ راه لا المكونات فيش تكنيك ديالها وي. وكيفاش مغلفه؟ واش بعجينه السكر او عجينه اللوز؟ الحنين فين وصلتي؟ وي كنجد دابا لكن باش غادي نكومونسي الكارنيتور لي سيركل ديالي اللي غادي نكارنيها هما هادو ديال واحد لابيس مونتي فيها ثلاثه وهادو سون دي غاتو بيرسوناليزي لي بيرسوناليزي كي لي غاتو انيفرسير افيك لاصاج. دابا كنوجد لا كريم ديالهم لا ميزون بلاس كلشي موجوده. وي بيان سور لا ميزون بلاس تا كيكون لا ميزون بلاس موجوده عندك سيرو طايب بارد نوكاتي مهاشيا لا كريم ها هي براليني الزبده باش نخدمو لا كريم هي مصوبه بارده صافي هنايا كنكومونسي لا باسين درتي الزبده والبراليني درت دابا الزبده براليني تخلطو عاد ها لي بيسكوي ديال كلشي مقطعين ناضيين كيخسر واحد النظام الخدمه كتبي النظام تيخص يكون داكشي التلصيق الخدمه كتبي يكون داكشي منظم وكل حاجه مصوبه في قاعدتها وشويه ديال كتعطي شويه ديال الوقت لحاجه ماشي تكون عييتي وباقي خدام لا الا عييتي تمشي تستراح باش تجي تعطي الخدمه مزيان لان حتى الموقع حتى العقل ديال الواحد كيعيا ما كيركزش تماما. دابا شحال عندك ديال لاكريم تما؟ بون هنايا دابا نعم انا طيب انا 3 لتر ديال لاكريم يعني فيها 4 كيلو ونص ديال لاكريم. واحد السؤال غادي يسألوه عليك الناس، دابا عندي انا بياس مونتي ديال 3 زيتاج، كيفاش غادي نعرف شحال ديال لاكريم ولا اللي غادي تحتاج لكولا ولا نكمل السؤال ديالي؟ وعلى حسب لي بيرسون شحال ديال لا كريم شحال ديال لي بسكويت كيفاش كدرسو؟ هنا كتختلف الكاطو ديال تروا مثلا هذه 3 زيطاج هذه بور 50 بيرسون ولكن بحال دابا هذه غادي تكون كلها مونجاب هذه وكذلك. اما هذه لا هذه غادي نشوفو السمنه غادي يكون اون بوليستير وغادي تكون الكاطو غير في هذا الجناب هذا كيتسمو غير لي بور دو كاطو مونيك يكونوا مونجاب. هادي دابا ديال 50% تا 60 كاع على حسب القطيعه واش كبيره مروره ولا على حسب العمريه. دابا حنا كنعمرو هادي كتعمر حتى الفوق تكون فيها 6 ديال السنتيم ديال لو كاطو الزبده. بحال دابا هادي كتدخل هادي فيها 150 غرام ديال الزبده. شوف القطر ديالها هو 24 سنتيم على 6 ديال السنتيم. هاد دابا هادي كنعرفها كتدخل ليها 150 غرام الزبده يعني هادو كلهم 150 غرام الزبده مع ملي كنقول 150 غرام الزبده يعني 300 غرام د لاكريم حسبت هادي حيت 75 غرام ديال البراليني 150 زبده 300 كريم باتيسيير 75 غرام ديال البراليني. انا كنعمل الكالكول ديالي كنجمع هادو كلهم كنشوف كل واحد شحال بحال دابا هذا كتخصو 100 غرام ديال الزبده شحال القطر ديالو؟ هذا القطر ديالو 20 سنتيم 20 هذا القطر ديالو غادي الا قال 100 غرام الزبده يعني 100 غرام 20 سنتيم 200 غرام ديال لاكريم باتيسيير و 50 غرام ديال البراليني يعني انت بحال دابا هذا اللي هو تناخذو غير الجوانب ديالو الجوانب ديالو كياخذ 300 غرام ديال الزبده يعني 600 غرام ديال لاكريم باتيسري و 150 غرام ديال البراليني. واخا غادي تلف الناس بعد وانا كنعطيهم غير ان شاء الله ملي يكون درس خاص هكاك غادي توضح اكثر. فوالا دابا كنكومونسي دابا غادي الكريم ديالي دابا سميتو العمليه ديال المونتاج يعني التركيب ديال الكاطو او الجارنيتو ديال الحلوى. دابا حيت كاين دابا بعض ديمو اللي كاين غير الفرنسيين ما كنعرفوش كيفاش نكتبو العربيه
ايوا حيت حنا المغاربه كلشي راه عندنا النص ديال الهضره ديالنا فرنسيه. دابا هنايا درت المقرمشه ديال الكروكون يعني ها هو درنا هنا لتحت طبقه ديال القرمشه حيت كما قلت لكم هذه دابا هاد لي غاتو كنمشيو غير الجناب ديالها الوسط كندير فيها الكوليسترول. دابا هاد الطبقه ديال الكريمه مازوران اللي هي اللي فيها لا كريم باتيسري والزبده والبخاليني تماما. هذه هاد لاكريم كتكون كتكون زوينه ما كتقهمش كتكون خفيفه وبنينه وبنينه هذيك البنه علاش كاينه وبنينه خصوصا ملي كتكون جديده يعني حلاوه الصندار ما تكونش في المجمد اكثر من يومين ثلاث ايام. دابا حنا هاد الحلاوه ديالنا ما تيدخلوش للكونجيلاتور من الاسرار ديال النجاح خصوصا لكيك ديزاين والحلويات ديال الاعراس انها ما خصهاش تدخل المجمد. لا دابا هنايا ما كنديروش لي هذاك هاد النوكا على حقاش كاين داك الكروستيوم اللي تحت ما نديروش بزاف ديال الكروستيوم كتكفي هذيك القرمشه اللي كاينه. والسيرو ضروري السيرو ما كنديرو بهذا البيبرون ما كنديروش بالشتاء انا فخاتيك وتخلي لي الدين قيام ونسخ لي الدقاجه كتكون خدمه احترافيه فوالا. مع ذلك كندوز زيديه نشوف شي بلاصه ما شربش السيرو كلشي مزيان ملي كدير بهذاك البوش كتعطي واحد الطبقه متساويه ديال الكريمه قاد عندك ما غير كندير بالسبايتو نتوما كتشوفوا معنا كتشاهدوا معنا مراحل ديال تركيب حلوه ديال الاعراس الكواليس ديال الخدمه ديالنا. هنا كنديرو هاد الكروستيمو ايوا تهليت يا شيخ وسط الله في الناس تهليت القرمشة كتجي هادي اللي كتعطي زوينة وبنينة اللوغو الحلوة ديالنا مزيانة اش تكلي يوم النهار كلها كتشجلي فيا انتيا واش كملتي غدا في الماء ياك انتيا راه غير خدمة الصالي واش وجدتي شتي الفور ديالك واش تفنينا واش شتي دابا انت غادي تكمل الخدمه تجلس عاد غادي نوض انا ايوا فوالا هذا كنحركو شويه نخلطو مع الكريم باش ما يديش لنا داك الشيء من بعد بعد الاسرار وبعد التقنيات اللي كيدير الشاف في الخدمه الا لاحظتو ديك الحركه ديال اليد كيفاش كيدخل داك النوكاتين فوالا. هنا كندير ايطاج ديال البسكوي ايطاج ديال طبقه ديال الجينواز وطبقه ديال البسكوي جينواز سكسي فوالا باش كيكون واحد كتكون غنيه الحلوه كتلقى البسكوي كتلقى السكسي ايطاج ايطاج كتجي فيها واحد الماكله عجيبه. هاد لو غاتو مازال ما درتو لكم مازال ما حتوش في اليوتيوب ولكن ان شاء الله غادي نلوحو انا ما كنخبي حتى حاجه الا حاجه كتكون كنلوحوها بحال دابا هاد هاد السوكسي ما كيداش ليه السيرو علاش حيت هو ديجا رطب غادي يفزك ويرطب لينا بزاف لا ما خصوش يكون فيه السيرو. هانتوما الا شتو هاد لاكريم كي كتكون ليس علاش ليس حيت لاكريم باتيسري تيبقى ليس وطحنتها تجي رطبه ملسه تجي ملسه وما فيهاش الحبيبات ولكن الا شتو راه ما كنكثرهاش بزاف هي القياس اللي يسخ لي البسكوت حيت كتعرفو ما حلواش بزاف عاوتاني واحد الملاحظة أخرى عبد الحليم نعم مدام ما فيهاش جيلاتين لا سون جيلاتين سون جيلاتين. دابا كلشي الطبقات غادي يدوزهم بنفس الطريقة صافي دابا هادي تبقى فيها واحد الطبقة ديال البسكوي صافي وساليتها ونفس كلشي الحلويات ونفس غيطبق على هادو حيت الكليان هذاك الشيء اللي بغا بحال دابا هذا ما نهزش انا هاد الدورة كلها تقطع ليا غادي نقطعها على جوج نهز مرسو بمرسو باش ما نحلش راسي ولا الاشاره هادو من بين الحلويات اللي مطلوبين عندنا بزاف اللي ما كيكومونديوهم الزبناء فوالا عجباتهم وكيقول لك ما كيبغوش يبدلو وكما قلت لكم هذه
انا حيت لا كريمو بول ما تنخدمش بها باش كنهربوا من الدهنيات شويه. امتى غادي ندير في لا كريمو بول؟ غادي نديرها غير فإلا سالت الكاطو غادي نماسكي هذه حيت غادي ندير لها لاباط داموند كتبروتيجي ليا هذاك عجينات السكر. فوالا هادي صافي غاتزيد ليها طبقه ديال لاكريم صافي. غادي نمسكيها بلاكريم صافي ندخلها هاد الثلاجة ماشي كونجيلاتور. غادي تبات حتى الصباح تبرا غير بشوية عليها عاد غدا ان شاء الله غادي نكومونسي المونتاج. فوالا انا بقيت معكم باش نكمل المراحل كلها ديال تركيب هاد الحلوة باش تشوفوها. ونفس الشيء راه غادي يديروا مع الحلويات الاخرين. دابا غيتبقاو معايا في هاد الحلوة حتى نديها للعرس نص ديال العرس كنديهم مفرقين حتى العرس عاد كندير شي فوق شي كان فين يوم ونحطهم اليوم عاد نخرج. وكنطمئن ان الحلوة ديالك وصلت بخير. دابا هادي غادي نعاود نقلبها باش تكون الوجه ديالها ناضي مزيان يكون متساوي. غادي تبقاو معنا حنا راه غادي نصوروا معكم ثلاثة الايام ديال المونتاج ديال التركيب والتزيين ديال الحلوة ديالنا حتى نوصلوها لدار العرس ان شاء الله. دابا غلفتها ببلاستيك يكون نقي بلاستيك جديد وغادي نقلبها. فوالا هاد الحالة هادي كتجي ليا الكاطو ديالي قادة. غادي غادي ندخلها للثلاجة. غير هو باش ننصحكم الا كنتو كتوجدوا هاد لي سيركل هادو كتصوبوهم غنديمو لي سيركل وليدي لكم لي سيركل بحال هكا يكونوا متنيه من هاد الجهه. علاش؟ باش ما تعوجش تبقى شاده. فوالا صح. باش ما تيعطي هو باش يكون متساوي داك الوجه يكون هانتوما مقاد متساوي. وهنا هنا كندير انا واحد لاستيش اللي هي هنا هي الوحيده اللي كنخدم فيها لاكريمو بول. وهاد لاكريمو بول ما كتكلش حيت كتكون غير على البوليستير وغير شاده لينا لو بيسكوي. هنايا اللي كان الزبون كيجي دوموندي عندي لو كاطو كنفسر ليه بانه راه كاينه 10 سنتيم ديال البوليستير و 6 سنتيم هي ديال الكاطو من اللور سي عارفه ماشي حتى كنتي قطع الحلوه تبان ليه البوليستير بلي قعتيتيني غير الفرشي. لا حتى الثمن راه كيكون فرق. الا كان فرق باغيها عاليه كلها حلوه راه كيكون حاجه اخرى ثاني. هذا كيكون اتفاق بيننا وبينك. كناخذ انا هذا البسكوت ديالي كنحاول نحيد لي هاد القشره هادي هنا باش ما تزولش ليا مع هذيك الطبقه. الا بغيت تحيد راه تحيد صافي كنلصقو معاه هنا. هانتوما من بين التطبيق وديما هنايا تنخلي البسكوي ديالي زيد شويه. علاش؟ باش تنقاد عاد نفيه نقطعو. فوالا دابا كتبان كلها حلوه باش كتجيني مكاده مع لو كاطو ديالي. يلا هنا كنجيب لا كريم كندوزها منها. داك البسكوي ما تسقيتيش؟ لا هذا ما كيتسقاش هذا حيت ما يتكلش كاع هذا حيت غير مغطي لينا البوليستير.
هنا كتبان لك غير كاطو ديك الكموسه بعدا هادي فيها ماء الزينه هادي كندير فيها ماء الزينه هي باش كنبقى ولا نشا بودري ولا نشا ياك شحال بحال باش ما كتفسكش ليك لاباط حيت هادي كتنشف لاباط كتساعدك مزيان كتساعد انا دابا كنجيب واحد الرولو باش نجمع هاد لاباط ديال لاباط دامون شتي راه اللون ديالها نيت كيبان بيج واحد لاباط ما ماشي بحال عجينه السكر فوالا بسم الله كوزمان دابا حيدي لاباري دابا حتى تعطيني كوزمان صافي غادي دابا خصني نخدم احنا وصلنا لابيس ديالنا للقاعة دور لابيس